فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن أمه ليست مسلمة، يقول إن أمه ليست مسلمة وهي تطبخ في البيت، يقول ولا نطبخ لحم الخنزير، هل يجوز لنا أن نستعمل الآنية في بيت أمي؟ الآنية؟ نعم. أي آنية؟ يقول تطبخ في البيت ولا تطبخ لحم الخنزير. طبخ الكافر لا بأس به، طبخ الكافر لا بأس به، إلا إن كان يطبخ شيئا محرما فلا يجوز. أما طبخه، مجرد طبخه للحم، مجرد طبخه للطعام، للقهوة، للشاي، ما في بأس هذا، لا من كافر ولا من مسلم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.